بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول في الآية الكريمة: وأتم الحج والعمرة، أرجو أن تبينوا هذه الآية حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية شاملة جامعة على اختصارها ووجازة ألفاظها، قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، تدل على شيئين: الشيء الأول إتمام الحج والعمرة على وفق السنة النبوية وعلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قوله لله، يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أمرين في الحج وفي غيره، وفي كل عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء العمل، كيف يؤديه وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص لله، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما يكون النية خالصة لله عز وجل في حجه وعمرته. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما شروط التوبة في ذلك؟ نعم، ورد هذا في الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يمحو ذنبه بالتوبة فيصبح مثل من لا ذنب له، وهذا من فضل الله عز وجل. وشروط التوبة ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب، ما يستغفر الإنسان ويتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب، بل مع استغفاره وتوبته باللسان أيضا يتوب بالفعل فيتجنب هذا الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه. الشرط الثاني العزم أن لا يعود إليه، لأما التوبة المؤقتة التي يتوب الإنسان في وقت معين ثم يرجع، أو في مكان معين ثم يرجع إلى الذنب، هذه توبة لا تقبل لأنها توبة مؤقتة، والواجب في التوبة أن تكون مستدامة ليست مؤقتة. الشرط الثالث العزم أن لا يعود إلى هذا الذنب، الشرط الثالث العزم أن لا ي... الثاني الشرط الثاني العزم أن لا يعود لهذا الذنب، فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت آخر أو في مكان آخر فإن توبته لا تقبل. الشرط الثالث الندم على ما فات، يندم على ما فعل من الذنوب ويخاف من عقوبتها، هذا دليل على صدق التوبة. وإذا كانت التوبة بين في حقوق المخلوقين بأن ظلمهم بأن أخذ أموالهم بأن، فإن هناك شرطا رابعا وهو أن يؤدي الحق إلى من هو له، ويؤدي المظلمة إلى صاحبها. نعم. أيضا يسأل عن حديث فيما معناه الشيخ: كل سلامة عليه من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. نعم، الحديث صحيح. والسلامة معناها المفاصل، مفاصل الجسم،
التي تتكيف مع طلب الإنسان قائما وقاعدا ونائما وراكبا وماشيا، تتكيف معه وتلين معه على طلبه. هذه السلامة المفصل. وفي الإنسان 360 مفصلا في جسمه، وعلى كل مفصل صدقة. وهذه أعمال كثيرة، 360 صدقة في اليوم، هذه كثيرة. ولذلك الله خفف عن عباده، قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: كيف كان الهدي النبوي ورسولنا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته من أحسن الرجال، كان أحسن الرجال، كان يعدل بينهن، كان يعدل بينهن في القسم، ويعدل بينهن في النفقة، ويعدل بينهن في المسكن، ويعدل بينهن في الكسوة، يعدل بين زوجاته في هذه الأمور الأربعة. وكان يعاشرهن بالمعروف ويرضيهن، ولا يميل مع واحدة دون الأخرى، يميل بعملها أو بتصرفاته، لا، بل كان يعدل بينهن. خلاف المحبة، فالمحبة الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء فيها، ولا يؤاخذ على ذلك إذا أحب إحداهن أكثر من غيرها. كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، ومع هذا ما لم يحمله حبه لها على الجور في النفقة، في الكسوة، في المسكن، في العشرة. كان صلى الله عليه وسلم عادلا بين نسائه، وهكذا يجب على كل زوج معه نساء أن يعدل بينهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ صالح، أنا كل سنة أشتري أضحية بالأقساط نظرا لظروفي، فأنا عامل هنا في المملكة وأضحي وأسددها بعد 3 أشهر. لا بأس بذلك، والأضحية سنة في كل سنة، هذه سنة. ولو استدان وذبحها فلا بأس بذلك إذا كان يقدر على السداد. نعم. يقول: أخي أصيب بحادث في رمضان يوم 15، فصمت عنه بقية رمضان. مات أخوه؟ نعم. ليس عليه شيء، لماذا يصوم عنه؟ ليس عليه شيء. إذا مات في رمضان فإنه ليس على أحد أن يصوم عنه، لأنه ليس عليه صيام، ليس عليه صيام حتى يؤدى عنه، إنما هذا في القضاء. لو كان عليه قضاء من رمضان سابق فيقضي عنه ذلك لا بأس. نعم. أما رمضان الذي مات فيه فإنه انقطع عمله فلا يصام عنه. نعم. يقول: ما الراجح في إهداء ثواب الأعمال من الصلاة والصيام وقراءة القرآن؟ ما ورد به الدليل، الصواب ما ورد به الدليل يهدى، مثل الصدقة، مثل الدعاء، مثل الحج والعمرة، هذه وردت بها الأدلة، تفعل عن الأموات أو الأحياء ويهدى ثوابها لهم. نعم. يقول: اشرحوا لي هذا الحديث فضيلة الشيخ، أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهم الآخر. نعم، الحديث صحيح، ومعناه أنا ثالث يعني أنه معهم، المعية، هذه المعية الخاصة، لأن المعية الله مع خلقه كلهم، كافرهم ومسلمهم، بمعنى أنه محيط بهم، مطلع عليهم، وهو مع المؤمنين خاصة بتسديده وتأييده وإعانته وتوفيقه، فهذه معية خاصة. كذلك الشركاء من المسلمين إذا نصحوا فيما بينهم فإن الله معهم معية خاصة بإحلال البركة في عملهم وتسديدهم في أقوالهم وأعمالهم،
وإذا خان أحدهما الآخر تخلى الله عنهما ووكلهما إلى أنفسهما عقوبة لهما على الخيانة. نعم. الحديث الثاني: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. واضح أن هذا يسمى خيار المجلس، إذا تبايع في المجلس وكل منهما في الخيار حتى يفترقا من هذا المجلس، خيار المجلس يسمى. فإذا شاء أن يتنازل عن العقد لا بأس ما دام في المجلس، وهذا من التوسعة على المسلمين، لأنه قد يكون أنه عقد العقد ثم ندم بعد ذلك، ندم بعد ما عقد، الله جعل له فرصة وفسحة أن يتراجع ما دام في المجلس. نعم. يقول السائل: يا شيخ، لي قريب عليه دين ودفعت عنه من زكاة مالي، فهل هذا جائز؟ نعم. يقول: لي قريب عليه دين ودفعت عنه من زكاة مالي. إن كان قصده دفع عنه أنه أعطاه ما يسدد به دينه فلا بأس. نعم. طيب، أما إن كان قصده أنه دفع للداين ولم يعطي المدين هذا لا يجزي. نعم. يقول: في الرضاع لا بد من اليقين في عدد الرضعات ولا يعتد في الشك، فماذا من غلب عنه عليه الظن؟ يتجنب الشك، ما دام الرضاع مشكوك فيه فإنه يعمل بالأحوط لبراءة الذمة. نعم. يقول الشيخ: ما الفرق بين بيع ما لا تملك وبيع السلم؟ الفرق واضح، بيع ما لا تملك هذا لا يجوز، أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، إذا كان هذا في المعين، باع شيء معين. نعم. وهو لا يملكه هذا لا يجوز. أما بيع في الذمة، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا يسمى السلم، هذا لا بأس به. أو بيع الموصوف، بيع الموصوف الذي يعرف بصفته أيضا هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن قبول الهدية من طالب إلى أستاذه أشرف على دراسته بجد وإخلاص. لا يجوز أن يهدي الطالب للمدرس، هذه شيء رشوة، هذه رشوة، ما يجوز، أن لأنه يحيف مع الطالب بسبب الهدية، وربما يمنحه درجة لا يستحقها، والمدرس حاكم، لا يجوز، حاكم على الطلاب، لا يجوز له أن يأخذ من بعضهم هدايا. نعم. حبات السبحة كتب عليها أسماء الله الحسنى 99 وأسبح بها مع جماعتي. هذه ممنوعة، هذه السبحة ممنوعة التي عليها أسماء الله عز وجل، لأن هذا امتهان لأسماء الله عز وجل، ولا دليل على هذا الفعل. أما كونك تعد التسبيحات بخرز السبحة أو بالحصى أو بالأصابع فلا بأس بذلك. نعم. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ما المقصود بالمحجة البيضاء؟ المحجة الجادة، والبيضاء الواضحة التي لا لبس فيها، ولفظ الحديث تركتكم على البيضاء، ما فيه لفظ المحجة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم. الدعاء بين الأذان والإقامة شيء طيب، الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة القبول من الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا من مواطن الإجابة، المسلم يحرص على أن يدعو بين الأذان والإقامة. نعم. يقول: أجلس بعد أذان المغرب وبعد أن أصلي ركعتين وأرفع يداي للدعاء حتى تقام الصلاة. الدعاء لا بأس به بين الأذان والإقامة، لكن بدون رفع يدين، لأن هذا لم يرد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أبو سعد يقول: إذا كان الشخص مسافر وعنده نية القصر والجمع، فهل يجوز أن يكون إماما للصلاة؟ كيف؟ يقول: إذا كان الشخص مسافر وعنده نية القصر والجمع، فهل يجوز أن يكون إماما بالصلاة؟ نعم، يجوز أن يكون إماما بالصلاة، لكن يخبرهم إذا أراد أن يأمهم، يخبرهم أنه يقصر ويصلي ركعتين، فعليهم أن يتموا لأنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غزوة الفتح، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإننا قوم سفر، يعني بعد ما يسلم يقومون ويتمون أربعا. نعم. يقول: ما حكم الشخص إذا سافر وكان سفره كثيرا ولم يأخذ بالرخص في السفر يا شيخ؟ هذا مكروه أنه لا يأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لأنه يشق على نفسه ولأنه يخالف السنة في ذلك، فعليه أن يترك هذه العادة. نعم. يقول السائل عبد المجيد: يا شيخ، ما الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن؟ هل يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد، أم عدم قطع القراءة؟ نعم، هو كذلك لا يقطع عليه القراءة ولا يسلم عليه، إذا فرغ من القراءة يصافحه ويسلم عليه، أما ما دام يقرأ فإنه يستمع له ولا يقطع قراءته. نعم. رجل دخل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ولكنني لم أقم، فهل يلزمني القيام وهل على القائمين إثم؟ إن كانوا قاموا ليسلموا عليه ويستقبلوه فلا بأس، أما إن كان قاموا إعظاما له وإجلالا له فهذا لا يجوز. أن أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الانتقال من مكان الفريضة إلى موضع آخر لأداء السنة، هذا لم يثبت، ولكن إذا فعله فلا بأس، إلا الإمام فإنه يتأكد أنه ينتقل من مكانه، مكان الإمامة، لئلا يوهم من رآه أن الصلاة لم تنتهي. نعم. ويقول الشيخ بأنه ورد بأن الأرض أو الماط الذي تصلي فيه يشهد لك يوم القيامة. نعم، الأرض تشهد على الناس بأعمالهم التي عملوها عليها من عن صلاة وغيرها. قال الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، أخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر عما عمله الناس على ظهرها من خير أو شر، تشهد عليهم يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة السنة جالسا مع القدرة على القيام؟ يصح، لكن له نصف الأجر، إذا لم يكن له عذر فله نصف الأجر. نعم. من الأسئلة يا شيخ يقول: هل الحركة المستمرة في الصلاة منافية للخشوع؟ نعم نعم، الحركة المستمرة من غير عذر منافية للخشوع ومكروهة في الصلاة، لأنها منافية للخشوع. نعم، لأن الخشوع سكينة القلب والنفس وسكينة الجسم. نعم. يسأل السائل يا شيخ ويقول: هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا في بعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعبه السير؟ لا بأس بذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، كان يطوف ماشيا، فلما كثر عليه الناس ركب صلى الله عليه وسلم في الطواف. نعم. أخيرا يا شيخ، ما حكم الأذان لغير القبلة؟ لا بأس بذلك، لكن يكره، لأن الأذان عبادة، وكل عبادة الأفضل أن يستقبل بها القبلة. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب.
أشكر فريق العمل في هذا البرنامج من المخرجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.